مساء الوقت، كيفكم؟ اليوم عندي لوك يمكن ما مرة سويتها، أحس أنه من أحلى اللوكات اللي ممكن تشوفونها. يعني أحس تعرفون اللوكات اللبنانية هذه اللي تعجبنا، اللي يكون داخل فيها اللون الزهري الفاتح، فاتح مرة يعني، ويكون في لون البني رمادي. عندي لون بني رمادي كونسيلر من أناستازيا، شايفينه بين لكم. اوكي، هذا الكونسيلر رقمه، اشوف اسمه مينك رقمه. هو يستخدم ككونتور حق العين او حق الوجه او حق الانف كذا، عرفتوا؟ فانا استخدم احيانا بالشادو، احط مثلا هنا ويسهل علي الدمج، يعني ما احتاج بعدين اقعد اعيد بالشادو كذا، فيسهل علي الموضوع. خليني اوريكم الفكره بسويها. زي ما انتم شايفين انا حطيت لوس باودر هنا عشان الشغلات اللي احطها فوق العين ما تلخبط علي، توسخ لي تحت عيني، خصوصا اني غطيت الهالات وخلصت، فما ابغى اعيد بعدين تحت العين. اول شيء حطيت كونسيلر لونه فاتح، لان اللون الزهري الفاتح تحتاج ارضية فاتحة، عرفتوا؟ يعني ما يكون اللون اللي عندكم فاتح، ما تجين تحطين لك كونسيلر غامق، ما راح يبين او راح يكون لونه مختلف. فدام انك انت تبين تطلعينه بلون فاتح، تحطين لك كونسيلر فاتح عشان يبين لك عدل. طيب، وبعدها راح احط بكسرة الجفن هذه الى بقى اطلع اللون الكونسيلر البني رمادي اللي قلت لكم عليه قبل شو من أناستازيا. طبعا هذا الكونسيلر استخدمته اول واحد من سيفورا، كم رقمه؟ اسمه رقم 6. اذا وزعتي الكونسيلر فوق الجفن، خصوصا المنطقه هذه يعني اللي نفس عيني كذا، يكون عندهم منطقه يدخل فيها الجفن، عرفتوا؟ التبطينه هذه، فدائما بعد ما تخلصين الكونسيلر يكون في عندك مثل الخط كذا يتعبى الكونسيلر في وسطه، فانت لازم تاخذين اسفنج بيوتي بلندر تطبطبين شوي عشان تشيلين الطبقه الزايده، بحيث انه ما يكون في عندك كونسيلر كذا متكتل. انا احس، ما ادري، احس ان لون العدسه هذه، مع ان هم ثنتينهم نفس بعض، بس احس ان هذه يختلف لونها. هذا من لبستها مقلوبه ولا ايش السالفه؟ عموما راح استخدم الكونسيلر من أناستازيا، راح احطه عند كسره الجفن. بنات، ما راح اثقل من درجه اللون هذه من سيفورا، بس انه ما عادت تنباع، ما اعرف ليش. سيفورا كنسلت الاشياء هذه. درجة اللون راح احطها من سيفورا، لكن للاسف الشدوات اللي تنباع بالحبة كذا بطلت سيفورا توفر منها، ما اعرف ليش يعني كنسلتها. راح اوزعها على منطقة الجفن هذه كلها، حتى فوق، يعني مو بس تخلونها على الجفن متحرك بالضبط، لا تحركونها شوي لين فوق شوي، شايفين كذا؟ طبعا دائما الالوان هذه تحاول تخلون حركة يدكم تكون طبطبة شوي اكثر من انها تكون دمج، انك انت تبين تثبتينها على الجفن. طبعا درجة اللون بالطبيعة مختلفة شوي، هنا تبين لكم افتح. راح اخذ لون ترابي من باليت تو فيس، شايفين هذا الباليت؟ ما تبين لكم. راح اخذ اللون البني منه، راح اوزعه على باقي الجفن ثابت. شايفين كذا؟ اجيب على داخل اللون هالشكل. تحاولون اتجاه الفرشاة يكون هالشكل، مش كذا عشان ما يكون طويل مرة، لا كذا. بعد كذا من باليت ماك راح اخذ هاللون هذا، احس ان هاللون هذا حيل حلو في الدمج. دائما يعني باللوكات اذا كنت تحتاج شيء عند نهاية الجفن كذا، شيء بالكسرة، دائما هو المنقذ انه يطلع.
يطلع حيل حلو شكله بالدمج. طبعا انا ليش سويته بالفوشات ضعيفة هذه؟ لانه بعدين راح امسح بالكونسيلر الزايد، فعشان كذا استخدمت فوشاة ضعيفة. نفس الشيء الجنب الثاني. الحين يجي الشغل المهم، الشغل كله بهالخطوة هذه. راح ناخذ نفس اللون الغامق اللي حطيناه هنا بالطرف، فوشاة كذا كتكوت صغيرونة، اوكي، وراح ندمج هنا، نحاول ندخل اللون على اللون الزهري، بس لازم تكون يدنا حيل خفيفة، عرفتوا؟ عشان ما يصير في مثل البوكس هنا غامق، لا، عشان يكون حيل مرتب. نرجع لفرشات اللون اللي حطيناه هنا الزهري، عاد بدون ما احط فيها شد، بس احاول اني اطبطب شوي عشان انظف لو كان في شيء طاح عليه. تقدرون انكم تاخذون فرشاة مشطوبة وتمسحون بالكونسيلر، او تاخذون معود اذان ويكون فيه شوي مزيد ميك اب وتمسحون كذا. لو حابين تكون المساحة مرة نظيفة افضل. شايفين حطيت كونسيلر، نطبطب البلندر عشان نخفف من الكونسيلر الزايد، وبس نحط لوس باودر او كومباكت باودر اللي انت حابه عشان تنظفين المكان وتثبتين الكونسيلر. هذا طريقة ان احنا كيف نخفف او كيف نضبط تحت العين بعد ما يكون الشادو عندنا زايد تحت العين كذا ما نبغى. طريقتي بعدها ناخذ نفس اللون البني اللي حطيناه اول واحد كذا، نمر كذا تحت العين خط ضعيف. انتبهوا في هالخطوة، انا دائما اقول لكم انتبهوا تحت العين لان احيانا يسبب ازمة، يعني يا انه يكون مرة كبير او انه الشدو تحت العين يخرب شكل العين، محب يعني انه يكون مرة ثقيل. هنا عندي حط شدو بيج عشان تكون عندي زاوية العين حيل نظيفة. راح احط كحل بيج داخل العين، راح احط لاينر. انا ما ابغى احط لاينر يعني باللوك ككل، بس هنا لاني برفع رمش شوي لما اجي اركبه، فراح اخلي هالمنطقة هذه فيها لاينر عشان ما يكون الفراغ واضح. يعني هذه مو لازم تكون دقيقة لانها راح تتغطى اصلا. اوكي، شايفين الشكل لما ركبت رمش؟ واو، ما في ميك اب يقنعني بدون رمش، ان رمشي حيل نازلة. لو مش شكل ثاني، بس شوفوا كيف انا هذه مشكلتي، حتى لو رفعت رمش عندي رمش هذا نازل ما يرتفع لو مهما اسوي. مسكرة ما مسكرة ما ينفع. على ما ينشف الرمش بقول لكم شغلة، كان مكان كنت كذا مضايقة انه رموشي مرة كثيفة، قصدي حواجبي، شوفوا بس حواجبي مرة كثيفة، فكنت بغير، فقعدت اخذ ملقة الحواجب وأشيل أشيل أشيل من داخل كذا عشان أسوي فراغات بسيطة يعني عشان تعطي نعومة. بعدين ما أدري وش صار، حسيت إن الشكل يعني حس هذا الحاجب خلاص بطل، مو حلو صراحة. يعني أول شيء صاير طويل أطول من هذا، ثاني شيء حسيت إني لخبطت، صار ما في رسمة، طلع الشعر ذا الموجود بكثرة هو اللي راسم الحاجب. هذا لما الواحد يخبص بعمره ويحس ان كل شيء فيه انه لازم يبغى له تضبيط وكذا يوسوس، هذا اللي يصير معه. في شغله بقولها لكم، طبعا اغلب اللوكات اللي انا اسويها حلو لما ان انتم ترسمون هنا زاويه، اغلبها او ممكن نقول كلها، بس في شغله واحده انا اللي تمنعني من اني انا ما ارسم الزاويه هذه، لانه مجرد ما اقرب الكحل من المنطقه تدمع. تقدرون تحطون انتم بالبني، تقدرون تحطون باللاينر، تقدرون تحطون بالقلم، اي شيء يعني اذا عينك تتحمل عادي حطي. ولا تعتقدون ان اللوكات اللي في حسابي ان انا ما اسوي فيها لاينر وزاويه وكذا لان انا ما اعرف، لا طبعا يعني
يتجمع. فعشان كده استبعد ان لما اسوي لوك اني انا احط لاين اب خصوصا المنطقه هذه، لان فعلا عيني ما تتحمل. اليوم راح اغامر واحط وان شاء الله عيني ما تتحمل، ان شاء الله اتمنى يعني. واحس ان اللوك هذا حيل حلو عليه لو جاته زاويه كذا بالبني الغامق. وهذا القلم من مكياجي عندي من زمان يعني، صراحه اشتريته كذا تقريبا من 5 شهور 6 شهور وصار ما عندي استغناء عنه أبدا يعني. أغلب زبوناتي أسوي لهم فيه، ما أدري كيف طحت على تصدقون داخله محلهم كذا مع أن ماما قد دخلت بس داخله كذا تعبس شفته ما تحسفت صراحة. قاعدة أفكر إني أخمنه خمسة حبات كذا عشان ارتاح، ما قد كل شوي قضي او انه ينقطع. تعرفون الحركات هذه طيب خلصت. طبعا عدت على الكحل بالسايل بني سايل من سيفورا كذا، احاول اني ارفع اقنمش على فوق شوفوا ما يطيع ما يطيع خلاص، هو كذا مقرب انه يكون نازل. بس خليني اجرب حركة دايما اسويها انا، خليه ينشف عشان يظل الحاجب. ايش فيني اليوم ملخبطة بين الحاجب والرموش عشان يظل رمش كذا مرتفع. شايفين اللي يحسون ان الرموش اللي تحت تصغر عينهم، لا تمشطونهم من المنبت، بس كذا من تحت شوي. شايفين لما تبدين من المنبت بتكون عينك مكحلة فتبان صغيرة، بس كذا يكفي. طبعا تعرفوني يعني انا حيل احب الجليترات حقت انجلوت، ححط شوي بس فوق العين، ما ابغى كثر لانه ما ابغى اللون كذا يكون لماع بزيادة وكذا، بس شوي. شوف وين عند المنطقة هذه، المنطقة اللي تقي فيها البني الغامق مع ال شو اسمه مع البني، يعطي شكل للعين يجنن.